فضيلة الشيخ حفظك الله، هل يجوز دفع الزكاة في بلد غير بلد المزكي، على علم أنه يعرف شخص فقير وفي حاجة إلى الزكاة في بلده؟ لا ليس في بلده، في بلد آخر. وإذا تميز إخراج الزكاة عن البلد بميزة شرعية مثل أن يكون له أقارب في بلد آخر فلا بأس، وأما بدون تمييز فإنه لا يجوز أن تنقل عن مكان عن بلد المال، لأن أهل بلد المال أحق من غيره. بل إن بعض العلماء يقول لا يجوز أن تنقل عن بلد المال إلا إذا لم يكن فيه مستحقون للزكاة. وبهذا نعرف احتياط الشرع في مثل هذه الأمور. ولكن الذي ينبغي أن يسأل عنه ونحن الآن في زمنه مسألة الأضاحي، الذين يدعون إلى أن يأخذوا دراهم المسلمين من أجل أن يضحوا بها في الخارج، فهذه دعوة غير صحيحة. لا تخاطر بدين. الأضحية شعيرة من شعائر الله، كما قال الله عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. الأضحية عبادة تتقرب إلى الله تعالى بذبحها، وهذه القربة مقرونة بالصلاة. قال الله تعالى فصل لربك وانحر، وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الأضحية يذكر الإنسان ربه عليها ويتقرب إليه بذبحها، وليس المقصود منها اللحم، المقصود منها إقامة الشعيرة والتعبد لله تعالى بالذبح. قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه. وانظر إلى هدي نبيك عليه الصلاة والسلام، كان يخرج بأضحيته إلى المصلى ليذبحها في المصلى لإظهار هذه الشعيرة، ويذبحها بيده صلوات الله وسلامه عليه. لكن إذا أعطينا الدراهم أين ظهور الشعيرة؟ ربما لو تكالف الناس على هذا وانكبوا عليه أن لا يكون في البلد أضحية، لأن الناس يسهل عليهم أن يخرج 200 ريال أو 300 ريال أو 500 ريال من جيبه ويعطيها هذه اللجنة، يسهل عليهم. فإذا ظن أن هذا مثل أن يذبحها في بلده فقد أخطأ، ومن أفتى بأن هذا مثله أو أفضل فقد أخطأ. ثم هذه الدراهم تذهب إلى الخارج، لا تدري من يتولى الذبح، قد يتولاها صاحب بدعة مكفرة لا تحن ذبيحته، وقد يتولاها من لا يصلي، وقد يتولاها من لا يعرف شروط الأضحية فيضحي بصغير أو بمعيب، وقد يضحي بها بعد خروج وقت الأضحية، وقد لا يسمي الله عليها عمدا أو نسيانا. ثم لو انتفى كل هذا وقدم للإنسان 100 رأس وذبح، لمن هذه الذبيحة؟ لأي واحد من الناس؟ أسأل لمن هذه الذبيحة؟ لا ينويها عن فلان ولا عن فلان، وكأنها دراهم يأخذ للصدقة، يأخذ من الكيس ريال وتصدق به، هذا مو صحيح. لا بد أن تعين هذه أضحية فلان بن فلان، وإلا ما صح. لا يصح تجمع 100 رأس وتقول هات يلا اذبح بسم الله اذبح اذبح اذبح، طيب لمن؟ إذا قدرنا أعطاك 100 نفر وذبحت أول واحدة، أمن تنويها عن آخر واحد ولا عن أول واحد، مع أنهم لا يدرون من الأول والآخر، فيقع المذبوح عنه مبهما لا يدرى من. فالمسألة خطيرة، وأهم شيء أن تضاع الشعيرة في البلاد الإسلامية ويذهب بها إلى بلاد أخرى ولو كانت بلاد إسلامية الأخرى. إن الله حكيم عز وجل، لما فقد أهل الأوطان أن يتقربوا إلى الله بالهدي كما يفعل الحجاج شرع لهم الأضحية حتى يقيموا شعائر الله في بلادهم كما أقام الحجاج شعائر الله في مكة. كيف نغفل هذا المعنى العظيم لمجرد أننا ننفع إخواننا؟ أنا أقول ننفع إخواننا، لكن بماذا؟ بالدراهم.
بالنفقات، بالملابس، بالفرش، بالخيام، بأي شيء تريد، باللحم، اذبح لحمه وارسله له. لكن شعيرة من شعائر الله تترك التقرب إلى الله بها وتكلها إلى فلان وفلان من لا يعلم منه. أرجو منكم بارك الله فيكم أن تحذروا منه. كل أخوانكم في كل مجلس نبهوا الناس على هذا، لا يضيع هذه الشعيرة. البدنة جعلناها لكم من شعائر الله، شعائر الله نروح يمين ويسار ويمضي عليك العيد ولا كأنك ضحيت. أرجو منكم تعاون على البر والتقوى أن تنبهوا إخوانكم على ذلك، وتقول الحمد لله ما الباب البر مفتوح، أرسل دراهم لإخوانك الفقراء في البلاد الأخرى واذبح، أو اذبحها هنا وكل وأرسل لهم لحم. أليس الله سبحانه وتعالى يقول كلوا منها وأطعموا؟ فبدأ بالأكل قبل الطعام. وهل التي تذبح في أبعد بلاد عنك هل تأكل منها؟